كل من تتبع مجريات التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2023 خرج باستنتاجات تعكس مستوى النقاش الذي عاشه المجلس الشعبي الوطني على ضوء مقترحات التعديل والتي عكست التوجهات المتباينة بين مختلف التيارات والكتل وحتى الأعضاء حول المواد المقترحة للتعديل والتي بلغ عددها 32 تعديلا. وفي هذا السياق ينبغي التذكير بأن أهداف قانون المالية هذا ترمي أساسا لإنعاش التنمية الاقتصادية من خلال تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الخاص والأنشطة الإنتاجية ومناخ العمل من جهة، والمحافظة على القدرة الشرائية والمكاسب الاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين من جهة أخرى. وفي هذا المنظور بشرت الدولة إصلاحات اقتصادية ومالية ترمي إلى تنويع مصادر التمويل للدفع الاستثمار ودعم النمو وتحسين حوكمة المالية العمومية. إن التعديلات المقترحة شملت بعض أحكام مشروع القانون إلى جانب إعادة صياغة أحكامها، كما تضمنت بعض الرسوم والاستفادات التي لم تحقق الإجماع، فيما أخذ موضوع استيراد السيارات أقل من 3 سنوات نقاشا واهتماما بالغا. يرخص بجمركة السيارات المستعملة السياحية والنفعية الكهربائية وتلك ذات محرك بمكبس التي تقل عن 3 سنوات والموجهة لاستعمالهم والموجهة لاستعمالهم الخاص وعلى حساب عملتهم الخاصة. مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيعكس جدولة البرامج وفق المخصصات المالية والأهداف المسطرة تجسيدا للديناميكية الاقتصادية والاجتماعية لأضخم ميزانية تعرفها الجزائر منذ الاستقلال، والتي تحمل في جدولها ميزانية تسيير معتبرة مرتقب أن تحدث نقلة نوعية في إطار التكفل بالإطار المعيشي للمواطن. مشروع قانون المالية وبكل ما يحمله من مؤشرات إيجابية يعبد الطريق للمرور نحو السنة المقبلة وفق توازنات ستعمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي.